اهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناه الدار. غضب جمهور فريق رجاء البيضاوي بعد الهزيمه القاسيه باربعه ديال الاهداف مقابل هدفين امام نهضه بركان برسم منافسات كاس الاتحاد الافريقي، يعني ترجم لاقبال شبه منعدم لتذاكر مباراه كلاسيكو المقرر اجراؤها يوم غد الاربعاء بملعب مولاي عبد الله امام فريق الجيش الملكي، يعني 45,000 تذكره خصصت لهذه المباراه اضافه لتاجيل موعدها من ثالثه عصرا الى السادسه مساء لتوفير الظروف الملائمه للجمهور مدينه الدار البيضاء وايضا مدينه الرباط للحضور في هذا العرس الرياضي، لكن للاسف كما ستتابعون في هذا الفيديو غياب شبه تام للجماهير الرجاويه، فالتذاكر الحدود الساعه اللي تم بيعها او اقتنائها لا يتعدى 10 تذاكر فقط. نخليكم مع هذا الفيديو. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.